بسم الله ولدنا روح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين. اهلا بحضراتكم. رجاء محبه جديده على القناه، يضغط زرار الاشتراك ويفعل زرار الجرس مع قناه دكتور اوجستين. انت مع المؤمنين. يا هلا يا هلا يا هلا بكل الاخوه والاخوات. يا هلا يا هلا يا هلا بكل الإخوة والأخوات جميعا جميعا جميعا. رجاء محبة جديدة على القناة، يضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس. يا أهلا بكم، أهلا بكم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والأعزات، أهلا بشوي عاجل، أستأذنكم مشاركة الفيديو لكل الأصدقاء، لكل الأصدقاء. لكل الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا. أهلا أهلا أهلا. أهلا أهلا أهلا. السؤال المعتاد ده جاوبته، واللي عنده السؤال يضع على قناتي على اليوتيوب ونجاوبه. يلا يا اخوة، يلا يا اخوة، يلا يلا يا اخوة، يلا يلا يا اخوة، يلا يا اخوة، يلا. سلام عليكم. اهلا اهلا. اهو اي نعم خير. اهلا ريسون امين. ماشي، ضع سؤالك على اليوتيوب. اي حد يضع سؤال على اليوتيوب ولايكس يا جماعة، ويرسل البث للإخوة والأخوات الأعزاء عشان نبدأ مع بعضينا. في مش هطول، عايز نسرع. هنتكلم بس في رسالة يعقوب الإصحاح الأولاني. يعقوب عبد الله هو الرب يسوع المسيح. بداية النص هنا صحة ونتعيش. شكرا شكرا. يوتيوب ايه؟ قناتي على اليوتيوب. سلام ونعمة خصيوش. اهلا اهلا اهلا. السوريان حضروا. اهلا اهلا. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيحي. سلام مسيح كيرولس. اهلا تمام. هنا يؤكد يعقوب ان هو عبد ربنا يسوع المسيح. يهدي السلام الى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. الصوت عندي كتير، معلش معلش، عشان انا في منطقه شعبيه شعبيه. كنت متكلم مع الناس، قلت لهم، قالوا لي انا، قلت لهم يا جماعه في اقتراح تتبرعوا لي بثمن فيلا. كل الداعمين يعملوا يبعتوا ثمن فيلا. هي فيلا 8 مليون جنيه، هيجمعوها مع بعضيهم ويخشوا.
يمكن تلفزيون، لا مش تلفزيون، هو ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم. لما انت ايه اللي دخلك يا محمد؟ ماشي مش كده تاني. عيب. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، في تجارب متنوعة. ايه؟ نحسبه كل فرح؟ لما نقع في تجارب. ايوه. ليه؟ عالمين ان امتحان ايمانكم ينضج صبرا. لما يتم امتحاننا هيحصل صبر، وعندنا صبر. واما الصبر، طب ولما يبقى عندنا صبر ايه اللي هيحصل؟ فليكن له عمل تام، يعني يبقى في ثمار نتيجة للصبر ده، في ثمار نتيجة للصبر. ثانك يو ابراهام. ابراهام ثانك يو. حاضر حاضر. لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. نبقى غير ناقصين في شيء. السلام لكم. ولك السلام يا أخ فلوباتير. ولك السلام يا أخ فلوباتير. فلوباتير. ايوه اعتقد الست كده. واضح ولا ايه الدنيا؟ واضح ولا الست كده؟ واضح. صوت واضح يا إخوة. تمام. هينفع احاول حد في البث يكتب السؤال بتاعه على اليوتيوب وانا هجاوبه هنا باذن الله. اخ زي الاخ ده يعني الحقوه بميوت الله يكرمكم بعد اذنكم، يعني الحقوه بميوت واي اندر سكور الحقوه بميوت من فضلكم يعني. ماشي الحقوه انا لو انت ما هتقولش حبيبي مكانك مش هنا. اوريدي ميوت. الله ينور. انت هيتوه قبل يا جدعان. واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. اهم شيء ان احنا نبقى امام الله بلا لوم، بلا لوم. سلام المسيح سوسو اهلا بيكي. اهم حاجة نكون امام الله بلا لوم، مش بس قدام الناس. العمل والتعامل قدام الله ده أهم من أي شيء. تظف الناس لما مؤاخذة يعني، تظف أي حد. لو أي حد ده هيسبب لك إن أنت تروح الجهنم، لكن الأساسي إن أنت تفكر فيه ربنا فقط لا غير. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي
يعطي الجميع بسخاء ولا يعيره، فسيعطي له. لو احنا محتاجين حاجة نطلبها من الله. ابراهام انا اهلا بيك، اسأل سؤال لو عايز تطلع جست او تسأل سؤال، حط السؤال معلش على اليوتيوب واطلب الجست او اطلب او مجرد السؤال او ارد عليك. ضع السؤال، ضع السؤال على طول على اليوتيوب وهجاوبك حالا بنعمة الله حالا. يعني احنا لو عايزين حكمة نطلب من الله، تمام؟ ولما نطلب من الله هنوصل وناخد الحكمة، والله مش هيعيرنا، الله مش زي البني ادمين يقول لك انا اديتك قرش ولا اديتك قرشين، يا عم ده خيرك خيري مغرقك والكلام ده كله، ما ربنا ما عندوش الكلام ده، برغم ان هو معطي لكل الخيرات لكن ما بيذلناش، لكن الله لا يذل البشر. واللي بيطلب يطلب في ايه؟ ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، يطلب من غير قلق، بثقة، بإيمان في الله، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. المرتاب ازاي اسأل في التعليقات في آخر فيديو؟ ايوه يا اخ ابراهيم، ايوه اخونا اسأل، حط السؤال في آخر تعليق في آخر فيديو اصلا. المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. كلام جميل. يبقى احنا واحنا بنطلب ما نبقاش شاكين في ربنا، نبقى واثقين فيه. ربنا فوق الكل، فوق اي رئيس، فوق اي مؤسسة، فوق البطاركة، فوق اي بني ادم، فوق اي حد مسؤول، ربنا فوق الكل. فلما تطلب من اللي فوق الكل، ضابط الكل، تطلب وانت عندك ثقة وإيمان في الله، ما يبقاش تبقاش خايف. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. اللي مرتاب بتتهز مش هتلاقي إجابات، اللي مش مرتاب هو اللي هيلاقي إجابات من عند الله وهيلاقي استجابة. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين قلتموه تنالوه في التو، تنالوه في التو. الأخ اللي ده طالع الجست حاطط صورت، مش حاطط صورتك، اتفضل امشي حط صورتك وتعالى، حط صورتك وتعالى. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. يعني الصح الواحد مبقاش متذبذب مهزوز، بالعكس يبقى مش متذبذب. وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. أخ كاكو حضرتك هتخش على قناة على اليوتيوب هتقلبها كده نص يوم، نص يوم ألف فيه في الفيديوهات بس نص يوم، وهتقتنع بالمسيحية لوحدك. وأما الغني وما تكررش هنا السؤال، كرره في اليوتيوب، حط أي صورة واطلع عشان الناس تعرف إن أنت شخصية حقيقية ولا شخصية كذابة. عشان لو حطيت صورتك والناس اللي عندك أصدقاء عرفوا إن أنت شخصية كذابة ساعتها ما تطلعش عندنا تاني. بقول لك من الرجولة، روح حط صورتك وتعالى، هتطلع في البث أقول دي صورته يا جماعة للناس اللي عندك، طلعت مش أنت يبقى أنت كذاب من الأول. طلعت أنت راجل محترم وتحط صورتك وواثق في نفسك، نتشرف في الإجابة عليك. وأما الغني فبتضاعه. الأغنياء كتير بس في ناس بتتفشخر، في ناس بتيجي الكنايس احنا بنحط تبرعات. تبرعات مين يا عم؟ عليك وعلى تبرعاتك. هو يعني في التبرعات دي انت جبتها من جيب ابوك؟ ما ربنا اللي منعم عليك بيها، تحطها في مكانها بس ما تتعلاش على الكنيسة، ما تتعلاش على ربنا. يعني دي عشور، دي كده كده في الاول وفي الاخر حق ربنا، حق ربنا. بيريفيات نادين
كاديرا كاديرا. هو احنا لما نتحاسب قدام ربنا، هل لازم ما يكونش عندنا خطية خالص عشان ندخل الملكوت، ولا تكون الحسنات اكتر من الذنوب؟ يعني اقصد لو مت دلوقتي وانا عندي خطايا، هل هدخل جهنم ولا حسناتي اكتر هدخل الفردوس؟ السؤال ده حلو جدا جدا جدا. ربنا هيودينا الملكوت من عدمه بناء على توبتك. انت لو عملت خطايا طول العمر واللحظة دي توبت، ربنا ينسلك كل الخطايا. لو استمريت وانت كنت وحش واستمريت في فساد، هيتنسي كل ده، هيبقى في التوبة هيطلع. لا لا، خش تاني. كل ده أهم شيء اللي هيدخلك الملكوت يا أخونا، إيمانك بالمسيح، معموديتك المسيحية القانونية، وحسابك على الأشياء اللي عملتها في حياتك. والله أكيد مش هيحاسبك، الله مش هيترك الحلو اللي أنت عملته في حياتك ويبصلك للغلط بس. بس الأهم من كده إن أنت تكون تايب، تايب على طول، تايب على طول. انا برد على اسئله دلوقتي يا عبدوان. انت بدوس بدوس على اسئله الناس بتكتب على اليوتيوب السؤال، وانا بجاوبهم حالا، وانا شايف التعليقات بتاعت اليوتيوب حالا. تمام، حط سؤالك على اليوتيوب هجاوب. فده يا اخونا الاجابه اللي في دماغي واللي فاهمها من الكتاب المقدس، ان انت يبقى في حاله توبه دايما. لان انت لو عملت حاجات كتيره خير وجيت في اواخر ايامك عكيت، انت كده بترفض عمل الله. لازم تبقى مستمر في حالة توبة مستمرة. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، بمعنى إن أنت لازم يبقى فيه استمرار في محاولة القيام من الخطية. مفيش حد فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط، بس المفترض نقوم نتوب. عشان كده ما تبصش للي جنبك واللي وراك واللي قدامك ولا أي حد تاني، بص لنفسك ولأسرتك. ساعد نفسك وأسرتك على خلاصكم وإن أنتوا توصلوا للسماء. غير كده لا، لأن كل واحد هيتحاسب عن نفسه فقط. حضرتك أنا قلت لك روح غير الصورة وتعالى، وقلت لك السبب، وأنت مش عايز تغير، يبقى أنت المفترض أنت طالع عايز تكذب علينا. رد علينا كاكو. إيه سؤالك يا أخ كاكو؟ حطيته على اليوتيوب ولا لأ؟ خرشو سبسيبا ياكاك. اوكي نرمالي، ثانك جاد. انا بقصد دلوقتي لو كنت عامل خير وعملت خطيه ومت على طول، هدخل ايه؟ ربنا مش همسكك على واحدة، باصص لقلبك. انت ممكن عامل خطية وفي لحظتها انت تبت. المهم من استمرارية حالة التوبة. يعني انت لو عملت خطية، وكلنا بنغلط، مفيش حد فينا ما بيغلطش، بس استمرارية حالة التوبة هي دي المطلوبة، دي مهمة جدا. استمرارية حالة التوبة، ان انت في واحد بيعمل غلط متعمد عايز يفضل يعمل الشرور، في واحد تاني لأ، اللي بيعمل الشرور ده مستمر متعمد، ده دي كارثته خلاص، ده في النار رايحة بإذن الله دون محالة. لكن اللي بيتوب مبروك عليك الملكوت. أخاكو بنتراب. لو كان هناك أكتر من إله لذهب كل إله بما خلق. لا، ما احنا ما بنقولش إن في أكتر من إله، هو مفيش غير إله واحد ثالوث، في واحد واحد في ثالوث، في وحدانية. عشان كده بنقول بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. وحضرتك لو مسلم بتقول البسملة بصيغة ثالوثية، وفي حاجات كتيرة تاني تدل على الثالوثية في القرآن والمسيحية. المسيح يقول أتيت لا تكون لهم حياة ولكن لهم أفضل أتى لهذا السبب. صح، أتيت لك كلام عجيب وأعطيني أتوانى كلامي وأقنع بالعكس. ما احنا ما بنقولش إن في أكتر من إله. أخونا عبد الله أهلا بيك، وعايزينك تستمر في موضوع الأبيات. حلو الموضوع اللي أنت كنت قايله من فترة، وضروري الاستمرارية. كنت متكلم عن القديس إيرينيوس وعن كذا حد، المواضيع دي حلوة ومفتقدينها، لأن مش كل الناس بتطلع تتكلم في الأبعيات.
يا أهلا بك، يا أهلا بك. للتأكيد التوبة والقداسة لازم تبقى حاجة مستمرية، مفيش حد فينا ما بيغلطش. أنا بغلط وبنقع في حاجات كتيرة، مشاكل وقرف وأخطاء الاستمرارية فيه التوبة هي دي اللي توصلنا للملكوت. ربنا يباركك تعيش، ربنا يباركك ويبارك تعبك. أخ كاكو، إحنا المسيحيين ما بنؤمنش بتعدد الآلهة، إحنا من قبل الإسلام ومن قبل الأديان الأخرى موحدين بالله، والكلام ده يشهد لينا. اليهودية والمسيحية مكملين لبعض، والوحدانية موجودة عندي فيديو على اليوتيوب يخص الوحدانية من الكتاب المقدس و التثليث، والتثليث لا يتعارض مع فكر الوحدانية، كما أن لك جسدا ونفس عقيلة وروح. الله كائن بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، هو ده الأقليم الثلاثة. وعندك في القرآن سيد المسيح روح الله وكلمة منه، دول أقنومين من اللي احنا بنتكلم عنهم. بس عندنا في المسيحية الروح القدس، الروح والمسيح هو كلمة الله، أقنوم الابن. المسيح يقول أتيت لتكون لها لهذا السبب، طبعا أتيت لتكون حياة ولكم لكم أفضل حياة. لا يعود بعد يدعون عبيد بل أبناء، مش مجرد عبيد. عيسى ابن مريم ليس سوى بشر مثلنا، كلامك مش مظبوط. عيسى ابن مريم في الأسلوب والفكر القرآني هو روح الله وكلمة منه، هو الكائن بدون روح ميت، فلماذا قيل عن السيد المسيح أنه روح الله؟ والكائن بدون نطق أخرس، فالله كلمته هو المسيح. ده نقطة. نقطة تانية، ليحكم أهل الكتاب بما أنزل الله فيه مصدقا لما معه من التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل المصدقة لما معه هي التي بين أيدينا وغير محرفة، ليحكم أهل الكتاب. نحن أهل الكتاب. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل أهل الذكر. سورة يونس. فتعالى اتعلم يا عمو عندنا، مش عشان احنا نتعالى على حد، ولكن لان بنص ايمانك ان انت ترجع لنا في الحاجات اللي تخصنا، فالكتاب المقدس يخصنا نحن. فيعني ما تجودش بقى من عندك، لا تجود من عندك يا اخي العزيز. سلام مسيح ميرنا ادوار، اهلا. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب هيجاوب يا اخوة. نكمل رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الأولاني. وأما الغني فابتضاعه لأنه كزهر العشب يزول. كلامك كذب يا أخ، إحنا اللي نحكم أهل الكتاب بما أنزل الله فيه مصدقا لما معه من التوراة والإنجيل. وإذا كان رسول الإسلام نفسه ما قالش كده علينا، أنت هتقول إيه ده، القصة باظت ولا إيه؟ إيه ده؟ السماعة باظت، الحلاقة؟ فما تجيش تفتري علينا، هتلاقي قائمة التشغيل اسمها استحالة تحريف الكتاب المقدس، هتدرك على كل التخريف اللي انت بتقوله. لأن مين اللي حرف؟ حرف امتى؟ وإن كنت في شك مما زلنا عليك تسألنا، فازاي بتقول ان هو محرف؟ ولازم عشان تقيم تبقى انت مسلم تقيم الذي من قبلك، من قبلك التوراة والإنجيل، يبقى ما تهريش في حاجة مش مظبوطة، لأن انت لو ما أقمتش التوراة والإنجيل تبقى مش مسلم. وإحنا معانا التوراة والإنجيل، انت معاك غيرهم؟ مش معاك غيرهم يبقى إيمانك ناقص. مؤمن ان هم وعملت بيهم يبقى منك كامل بناء على ديانتك. كش ملك، نستكمل. واما الغني فبتضاعف لانه كزهر العشب يزول، لان الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب، يبست العشبه فسقط زهره وفنى جماله ومنظره، هكذا يزبل الغني أيضا في طرقه. اللي مش بيطيع كلام ربنا ومش مش بينفذه زيه زي العشب. والجمال البشري تلاقي البنت أو الولد مزة كده، أمامير كده، هما صغيرين
ويجوا بعد عمر معين، لو مش مهتمين في امهم لربنا هتلاقيهم ان هو بعدوا عن ربنا وبقى مشكلتهم كبيرة وجمالهم يذبل، لان الجمال الى حين. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب والذين يحبونه. التجربة ممكن تيجي من البشر، يعني أنا مثلا حصل معايا مشاكل من جوه المجتمع، من جوه الكنيسة، من جوه البلد، من حاجات كتيرة جدا. ربنا يديني الاحتمال، لما احتمل هيبقى ليا إكليل الحياة، هيبقى ليا إكليل الحياة، هستفاد، هتوج في السماء. لو انا ما احتملتش الكلام ده كله فيستك هبقى فيستك ولا ليه اي لازمه. لا يقول احد اذا جرب ان يجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا. هنا جاي غير مجرب بالشرور، يعني الله مش اسم فاعل، مش هو اللي بيجربك بالشرور. البشر اللي بيطيعوا الشياطين هم اللي مجربين بالشرور، بيجربوك. محدش ظلمني مثلا في الكنيسة أو في خدمتها أو في الدراسة اللاهوتية أو في درجاتي، الله لا ما ظلمنيش، البشر. محدش ظلمني في المجتمع أو ضغط عليا في الشغل، الله لا البشر. محدش اضطهدني بسبب أن الله هو اللي اضطهدني، لا البشر، البشر. فالبشر هم اللي بيعملوا أخطاء دي، سواء في الكنيسة، في المجتمع، في البلد، في العالم. فالبشر لا، انا مش هتهرب، ما تقلقش ما تقلقش انت اجابات، صدقني انا مش من هنا بتهرب، انا هجاوبك ما تقلقش. بس بخلص جزئيه معينه البشر، فما تجيش بقى البشر يبهدلوك باشياء. يعني مين اللي جرب يوسف وبهدله؟ انت لو حبيت تدرس لاهوت تعمل ايه؟ تسمع قناتي على اليوتيوب، هيبقى ارحم لك من ان انت تخش كليات اللاهوت. ليه؟ وقت وشغل وتعب، وفي الاخر ممكن ما تاخدش حقوقك. لو انت بتدور على نتائج وعلى شهادات روحها، مش بتدور على نتائج وشهادات وعايز تعلم، خش على قناتي على اليوتيوب، هتغنيك، هتخليك كما انك لو بطرير كنيسة، صدقني بكلمك عن ثقة يعني. وراجع كلامي وراجع الفيديوهات وقارنها بالكتب المقدسة وتفاسير الآباء، هتلاقيها متاخدة ومستقاة من تفاسير الآباء الأشياء دي كلها. إزاي؟ يعني الدراسة اللاهوتية فيها مشاكل إدارية أو فيها ضغط وقت كبير بيبقى عليك، لو أنت مش تعرف تظبط شغلك هيبقى ضغط لود كبير عليك، هيبقى لود كبير عليك. أنا اتحملته واتحملته وجيت على شغلي وجيت على كذا حاجة، وفي الاخر برضو يعني خدت تقدير، بس مش تقدير يعني، خدت 4 سنين امتياز. انا حيتاخد بوزيشن جوه الكليه الكلريكيه اكتر، وهاخد تقديري. لقيت في تلاعب في درجاتي لصالح ناس معينه، ودي كانت مش اول حاله تلاعب في درجاتي، يعني كان في تلاعب قبل كده حصل في درجات ناس سابقين، مش دي الحاجه الاولانيه. والحاجات دي طلعت مثبتة على مواقع وأشياء كتيرة حصلت قبل كده. فلو أنت بتدور على الحقيقة والدراسة اللاهوتية، خش على القناة عندي. لو أنت قعدت مع البطريرك نفسه في أي كنيسة، أي بطريرك في أي كنيسة، هتبقى على قمة الحوار اللاهوتية وفاهم، بتتكلم بصيغة كويسة، بتتكلم بكلام. حبيبي بقول لك ان الدرجات كان تم فيها تلاعب، تم فيها تلاعب في الدرجات لمحاولة استبعادي، يعني في كل مكان في فساد. فنكمل الموضوع ده، ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. التجربة لو انجذبت وخزعت من شهوتك، خدعت، هيحصل لك تجربة تتجرب. طب الشهوة لما حصلت إذا حبلت، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. هتلاقي أخ عمير في فيديو موجود على الكوميونتي تقدر تتفرج عليه، هيقول لك تفاصيل المواضيع اللي حصلت. يعني لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة
من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. كل البشر دون استثناء، thank you Meg، كل البشر دون استثناء عندهم أخطائهم ومشاكلهم وعندهم خطاياهم. كل البشر حتى المسيحيين المسؤولين، قلت لكم حتى أي بني آدم أي جسد ودم عنده خطيته أيا كان، مفيش حد عندوش خطية، ولكن يفرق واحد بيتوب واحد ما بيتوبش، واحد بيحارب الفساد واحد ما بيحاربش الفساد، واحد بيغير من نفسه وبيحارب المسؤولين اللي بيغلطوا وفي واحد لا. أما الله هو الوحيد الذي بلا خطية دائما 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 وأبدا. عشان كده لو شفت أي حد غلط في الحياة، غلط في الكنيسة، غلط في المجتمع، غلط في بلد، غلط في العالم، اعمل عليك، حاول تجيب حقك، حتى لو حقك ما جاش اتأكد ان ربنا موجود، اتأكد ان ربنا هيتصرف وهيجيب حق تالت ومتلت واضعاف اضعاف اللي انت كنت عايز تجيبه. امتى وفين؟ بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك. هو بقى ربنا اللي ما عندوش ظل دوران خالص ولا تغيير، ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما عندوش اي تغير. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. ربنا بسبع علمه اختار ان هو عايز يتجسد على الصورة اللي هيجي يفدينا بيها، فعملنا في احسن صورة، عملنا في احسن صورة. اذا يا اخواتي الاحباء، ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. نسمع كتير، نبطأ واحنا بنتكلم، نبطأ واحنا بنغضب. ليه نبطأ واحنا بنغضب؟ اخد الحق حرفة. غضب الانسان لا يصنع بر الله، مش هوصلك لشيء، هيخليك تتنرفز وتقع في اخطاء، والناس بدل ما انت كان ليك الحق هيبقى عليك الحق. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكسرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفسكم. حاضر حاضر حاضر. السؤال بتاع الاخ هنا، مع احترامي ليك بس انت مش خايف من الموت؟ لو انت متأكد انك هتخش الجنة بعيدا عن خطايا، انا بتكلم عن الدين. ثانيا، انتوا ليه بتحللوا اكل الخنزير بعيدا عن انه جريمة في مصر؟ بس بالاضافة لكده هو بيتغذى على اشياء قذرة سفاح، بالاضافة للامراض اللي بيحملها نتيجة نوع الغذاء بتاعه. اخ عبدو انا اهلا بيك، سؤالك جميل جدا، بس خليني اقول لك ان هنبتدي من الاول من الاخر للاول. الخنزير انت بتقول ان هو بياكل زبالة، احنا السيد المسيح قال لنا في العهد الجديد، اكد على فكرة ان موضوع الاكل من عدمه مش ده اللي هو هيخلينا نتنجس، اللي هينجسنا هو الخطايا اللي بتتعمل عن طريق الحواس دي اللي بتنجس. اما بالنسبة للخنزير ان هو بياكل فضلات والكلام ده، انا عايز اقول لك الخرفان بيجيبوها عندنا في مصر وبيسرحوها في الاماكن بتاعت الزبالة وبيخلوهم ياكلوا زبالة. معنى كده ايه؟ البطارية دي معنى كده ايه؟ معنى كده ان حتى الخرفان لما تاكل زبالة هتبقى منجسة؟ مش ده اللي ينجس. يعني زي اقولك الخرفان والخنازير عندنا بياكلوا زبالة، فممكن تجيب امراض. اللي ينجس مش الخروف كالية ولا الخنزير ولا، يعني الله لما قال كده في تحريم بالنسبة للحيوانات كان يقصد في العهد القديم، يقصد يخلي البشر ينتبهوا ان في حاجات خطية وفي حاجات مش خطية، ان هو كرمز للخطية ان احنا نبعد عن خطية. فمن خلال الحيوان اللي هو بيقولك ان ده منجس، بيقولك ابعد عن اللي هينجسك اللي هو الخطية. ده بالنسبة لنقطة الخنزير. بالنسبة لانا مش خايف من الموت، لا انا مش خايف من الموت خالص. انا بقول له يا رب انت عارف انا وقعت في خطايا فلانية وحياتي وظروفي كانت 1 2 3، وانت الادرى بظروفي. يمكن انا قصرت مع حد، يمكن انا خدت حد من حاجة بتاعتي عايز اردها له، فاديني وقت من العمر ان انا ارد الحاجة. في ناس خدوا حقوقي، اتصرف معاهم. انا على قد ما قدرت حاولت اكون امين يا رب، على قد ما قدرت. بس في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي يا رب، انا اسف على كل شيء انا ما قدرتش اعمله صح، وكل شيء انا عملته غلط، وانا امنت وتعمدت وصرت مسيحي، وقدر الامكان بحاول اعمل مسيحية، اعمل حاجات مسيحية يعني، بس
كلنا معرضين ان نتجرح في حياتنا، تحصل لنا عوامل نفسية تضغط عليك تخليك تضطرك تعمل حاجات غلط. انا بقول يا رب قدر الامكان كل يوم، يا رب انا اسف على الحاجات اللي حصلت في حياتي كلها، يا رب انا اسف على الحاجات اللي حصلت في حياتي كلها، وقدامكم انا بعلن قدام ربنا وقدامكم انا اسف يا رب على كل حاجة غلط انا عملتها في حياتي. ويا رب لو في حاجة غلط هتحصل مني في الأيام اللي جاية مش هتمجد اسمك، ما تسمحش ان انا اكمل حياتي، اقطم الحياة دلوقتي من فضلك. ده يخليني انا ما عنديش، مش فارق معايا الدنيا. ولو انا في حاجات لحد بكتب ان انا الحاجات دي تبقى تروح لفلان في حالة موتي، في حالة موتي. مع احترامي بس انت بتحاول في رد، انا بكلمك عن نجاسة الخنزير وانت بتقول خطية. انت بتقول نجاسة الخنزير بسبب اكل الزبالة، طب ما الخرفان بتاكل زبالة، الخرفان بتاكل زبالة. ويعني انت شايفنا اصلا المسيحيين مقطعين اكل الخنزير؟ يعني انت تاكل خنزير ولا تشرب خمرة ولا تسرق الناس ولا تفتن ولا تعمل نميمة، ايهما اخطر؟ تاكل لحم خنزير ولا تروح تقتل الناس؟ مين فيهم الخطيه بقى؟ تاكل لحم خنزير ولا تاكل لحم البشر بالنميمه ومسك سيرتهم؟ انت ايه رايك؟ ايه راي سعادتك؟ ايه راي سعادتك؟ قولي قولي قولي. قولي 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 قولي. طب قولي قولي. لا هي ولا هي. لا يا عم، احنا عندنا في المسيحية الله سمح لنا ان احنا ناكل اي شيء لكن ما ننجس نفسينا بالخطايا. عقدت الخلاص حبيبي ببساطة جدا، آدم غلط وربنا قايل له يوم ان تاكل من الشجره موتا تموت. الله لا بيلتزم باللي بيقوله، الله ما عندوش الصفات المنتقصه اللي احنا عندنا، احنا صفاتنا نسبيه، الله صفاته كامله. بيحصل ايه بقى؟ حاضر، ما انا هرد على باقي الاسئله. الله بيعمل ايه؟ بسبب علمه عارف الانسان هيغلط وهيحتاج فديه. ليه هيحتاج فديه؟ عشان عدل الله ورحمته ما يتاثروش، عمرهم ما يتاثروا، الاثنين متكافئين 100%. الله كلي الصفات، يبقى لازم موتا يموت. طب موتا يموت، مين اللي هيفدي البشرية؟ مين؟ لازم يكون انسان ويموت بارادته غير محدود وقابل للموت اصلا. كل ده موجود عند الله ما عدا ان هو مش موجود ناسوت، فلازم اتجسد. والله بسبب علمه، الله بسبب علمه عارف ان احنا هنغلط، فجاء على الصليب وفدانا. ونبوات العهد القديم، نبوات العهد القديم بتأكد الكلام ده، وموجود عندي على قناتي على اليوتيوب. ايه العهد القديم بيأكد الكلام ده؟ نبوات العهد القديم بتعلن اللي هيحصل في العهد الجديد. العهد الجديد واضح وصريح للتطبيق اللي حصل لنبوات العهد القديم. تمام، العهد القديم ما سمحش باكل خنزير. ايوه، ما سمحش ليه؟ عشان بهدف ان هو كان ربنا عايز يوضح للبشريه ان في حاجات معينه تمنع عنها. تتمنع عن ايه؟ تمنع نفسك عن الخطيه. الخروف بياكل زباله برضه، يبقى الخروف والخنزير على كلامك نجس. مش عايزين نهري في كلام اصلا، دي اجابه اللي عندي. سلام ونعم اخواتي المسيح، سلام ونعم اخت لودي، اهلا 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 اهلا. ربنا كان بيكلم ادم وحواء بلغه ايه؟ مش معروف اللغه، مش معروف تفصيلها. دي من الاسئله الوجوديه، يعتقد بعض الناس بتعتقد اراميه او سريانيه او اي شيء، بس ده ما فيش حاجه تجزم ايه اللغه اللي بتقال، او اللغه السومريه، فيش حاجه تجزم باللغه اللي كان بيكلمه بها الله. يا اخ ديفيد جايه، اهلا بيك. انا حبيت ادرس لاهوت اعمل ايه؟ تخش على قناتي على اليوتيوب، هترحمك من اشياء كتير، هتحفظ وقتك بسهوله جدا، لان انت هتعلم تعليم لاهوتي سهل جدا.
بوضوح وبسيط. في نفس الوقت وانت لو بصيت على القناة ولفيت فيها كلها هتلاقي نفسك قاعد لو في مناقشات بطاركة فاهم زيك زي البطاركة بطاركة الكنائس. ليه؟ لان واخد تعليم واضح وصريح وباين ومستند لعلم الاباء القديسين والتفسيرات والدسكولية والديدقية واقوال اباء الرسل. وانا مش من النوع اللي بيجامل في التعليم، فبقول كل حاجة بموضوعية. ده واحد. اتنين، هتحفظ وقتك لان وقت المراحل والمجي. لو انت عايز شهادة بقى روح، بس الله اعلم انت لما تيجي تصحح لك درجاتك هتاخد حقك ولا لا. لان انا نفسي جربت ولقيت ان في تلاعب حصل في درجاتي لمحاولة استبعادي من اصطف هيئة التدريس، وده مش اول مرة يتم هذه المحاولة مع طلبة الكلية الاكليركية. ولعل وعسى قداسة البابا تودروس يحاسب المخطئين بدل ما يقف في صف المخطئين ويحاول يستر عليهم على حساب حق المظلومين. ده وجهة نظري وعندي ما يثبته. طبعا كل الاحترام لكنيسة القبطية، ولكن هذا حدث عندما اكتشفت ان فيه تعديات تحدث في الامتحانات ومحاولات للغش وغيرها. يعني بصرف النظر مش دي المسيحية. المسيحية هي الموجودة في الكتاب المقدس، هي الموجودة في قلوب المؤمنين المسيحيين. انا عايز ابشر او اقنع حد بالمسيحية. تدرس ايه؟ صدقني اخ ديفيد عندك على القناة 4200 فيديو وشوية. انت مش هتحتاج تعمل حاجة غير ان انت تمسك كتابك المقدس الجميل بعهديه وتخليه معاك، وتفتح القناة وتفتح قناتي على اليوتيوب. النص اللي فيه كتاب مقدس وانت ماسك كتاب مقدس اسمعه وشوفه. ابقى ما بفهمش حاجة لو انت ما دخلتش غسلت اي حد بيهاجمك في المسيحية. في فيديو بيتكلم عن التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. الاربع حاجات دول كافيين تردوا في المناظرات المسيحية على اي حد، والفيديو موجود عندي تقدروا تشوفوه. هتلاقي نفسكم بتردوا على اي حد بيتهكم على المسيحية او اي شبهة. نصيحة اللي بيعمل مناظرات، اي حد بيعمل مناظرات مسيحية وتحديدا مسيحية اسلامية او مسيحية يهودية او يخش عندي على قناتي ويتفرج على الفيديو ده تحديدا، والقناة بشكل عام، لكن الفيديو ده تحديدا التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل عندي على اليوتيوب. خش اتفرج، هتبقى برينس برينس، هتلعب بالمناظرين لعب. انا لو بعترف قدام ربنا وبتوب بس مش بعترف للاب الكاهن، هل ده عادي ولا خطية ولا ايه؟ لا هو عادي ومش عادي، لان انت بتاخد الحل من فم القسيس. حتى لو القسيس خاطي زيه زيك، بس ربنا اداله سلطان الحل والرد. قال كل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء، وكل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء. فالصح هتعمل ايه؟ تروح للقسيس وتقول له. واحنا بنعترف عند القسيس ما تقولوش كل حاجة في كل حاجة، قول له الخطايا بس ما تقولوش تفاصيل التفاصيل. بص حبيبي انا مش شغال عند الحاج امك. الله ينور عليكم بجد يا جماعه، ريحوني صح كده. انا مش شغال عند الحاجه والدتك. يعني في حاجه اسمها اداب طريقه السؤال. طب يلا قول لي، طب يا حاج، طب يا اسطى، الكلام ده مش اداب حوار، وهتلاقي رد الفعل غبي يعني. فبلاش بلاش معانا بالذات، انا صعيدي. لو دي قفلت يعني ربنا هنسى اللي انا ايه، هتلاقيني واحد تاني خالص، هتلاقيني واحد تاني خالص 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 خالص. تحية طيبة من الأردن، يا هلا بالأردن، يا وتحية لملك الأردن، من أحسن الناس اللي أنا بحترمهم جدا على مستوى الشرق الأوسط. يا هلا يا هلا. هتعترف لابونا، لان مفترض ابونا يديك الارشاد، واختار مش اي كاهن تختاره يبقى اب اعترافك. الكاهن زيه زي المدرب الكوره،
لو انت لو مدرب الكرة حلو وانت مش بتسمع كلامه هتخسر، ولو انت حلو وهو مش مدرب وحش لازم تغيره عشان هتخسر برضه. لازم انتوا الاتنين يبقى في انسجام في التعامل، يبقى فاهمين، فاهم ايه مشاكلك، يحلها لك ازاي، يديك الارشاد التمام. يعني ايه لاهوت؟ يعني الالوهيه، الله، كينونه الالهيه، الطبيعه الالهيه، الطبيعه الالهيه، الطبيعه الالهيه. طبيعه الله. احنا كنا بنكمل، كنا هننسى اصل الموضوع. لأن غضب الله لا غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر واقبلوا وداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. مفيش خلاص غير بكلمة الكتاب المقدس. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. في ناس كثيرة بتسمع كتاب مقدس لكن ما تعملش بيه. اللي عنده سؤال يحطه على اليوتيوب، مش حطه على اليوتيوب مش هتجاوب. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا في وجه خلقته في مرآة، فإذا نظر ذاته ومضى للوقت نسى ما هو. واحد داخل بيبص في المراية افتكر نفسه حلو، هو مش بيقارن نفسه بحاجة كبيرة، بيقارن نفسه بنفسه، لا، يقارن نفسه بالمسيح في الكتاب المقدس. ساعتها يكتشف إن هو هوى، لسه محتاج إن هو يقاوم نفسه.